صباح يا حلو تل يا حلو صباح. صباح الورد وصباح الفل وصباح الخير على كل مشاهدي قناة تن تي في في كل مكان. يوم جديد وحلقة جديدة، يا رب تكونوا دايما في أحسن صحة وحال. النهاردة آخر حلقات الأسبوع من صباح الورد، ويعني هنحتفل معاكم النهاردة بعيد أم. كل سنة وكل أم طيبة وبخير دايما، وصباح الورد عليك يا نور. صباح الورد عليك يا سمر، وصباح الورد على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا دايما. النهاردة يوم جديد، حلقة جديدة، حلقة خاصة جدا من صباح الورد. النهاردة هنحتفل معاكم بعيد الأم. كل سنة وكل أم طيبة وبخير يا رب، وكل سنة وكل أم فرحانة بأولادها وولادها ناجحين وباسطينها ورافعين راسها، وكل سنة وكل أم سبقتنا على الجنة في الجنة إن شاء الله، وبتدعي لأولادها وولادها إن شاء الله كده مشرفينها، ولا إيه؟ أكيد إن شاء الله. كل سنة وكل أم طيبة وبخير ومضحية وحنينة، وربنا يدي كل أم الصحة والحب والسلام وراحة البال، وتفرح بولادها دايما وربنا يعزي كل حد مامته متوفية. النهاردة خلينا نبدأ مع حضراتكم، حلقتنا هتكون مختلفة شوية، ما في صحافة، هناخد جولة سريعة في أهم الأخبار، بعد كده هننتقل لفقراتنا وحديث عن عيد الأم ودورها طبعا وإزاي نرد الجميل. هيكون ضيفنا إن شاء الله في فقرتنا الأولى دكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. الحقيقة النهاردة أنا وإنت يا سمر محتاجين نقعد نتكلم مع دكتور محمد كتير، إن إحنا من الناس اللي للأسف يعني أمهاتنا سبقونا، بس يعني بنحاول إن إحنا نتبسط معاكم ونحتفل معاكم ونحتفل بأمهاتكم، لأنه كل أم في الدنيا تستحق إن كل الناس تحتفل بيها حتى لو مش أولادها. الفقرة بقى اللي بعد كده هتكون فقرة غنائية، ضيوفنا فيها هيكونوا اتنين من الأصوات الجميلة، هما المطرب إسلام الملاح والمطربة نعوم. بعد كده هنختم فقرتنا بإيه النهاردة؟ إحنا هنختم فقرتنا النهاردة بفقرة خاصة عن عيد الأم، ضيفتنا فيها هي فنانة جميلة ليها أعمال كتير جدا، سابت أثر كبير جدا في تاريخ الدراما المصرية، هي كمان أم وهنحتفل معها النهاردة بعيد الأم. ضيفتنا هي الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز. خلينا سريعا نبدأ مع حضرتكم جولتنا، نبدأ بمجموعة سريعة من الأخبار، وبما أن الحديث الأيام دي لا ينقطع عن الانتخابات الرئاسية، البداية هتكون من تصريح للمستشار محمود حلمي الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، قال فيه أن تصريح الصحفيين والإعلاميين لمتابعة الانتخابات الرئاسية هيتم توزيعها النهاردة لممثلي وسائل الإعلام. كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم وافقت على قبول الطلبات المقدمة من المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة المقدمة إليها من الصحف والقنوات المسموعة والمرئية المختلفة لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر طبعا إجراءها أيام 26 27 و28 مارس الجاري، وبنقرر طبعا انزل وشارك. انزل وشارك، وده حقك الدستوري، حقك فوق أي حق عندك، ده حقك، انزل انتخب لأنهم لي عليك تنتخب مين، ولكن انزل عشان تشارك، عشان العالم كله بيتفرج علينا في اللحظة دي. ننتقل لوزارة التضامن والمجهود طبعا اللي بتبذله على مدار السنة مش النهاردة بس. دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قالت أنه هيتم النهاردة تكريم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأكدت أن الرئيس حريص على ضيافة الأمهات المثاليات وتكريمهم. الوزيرة أضافت خلال المؤتمر الصحفي لإعلان أسماء الأمهات المثاليات أنه تم وضع معايير الاختيار لأمهات المثاليات وفتح باب التقدم للاشتراك في مسابقة عيد الأم أو مسابقة الأم المثالية في يناير الماضي في جميع أنحاء الجمهورية، وتلقت مديريات التضامن الاجتماعي 824 طلب من الأمهات للمشاركة في المسابقة. طبعا احنا بنكرر تهنئتنا لكل أم بعيدها، يا رب دايما إن شاء الله في صحة وخير، وبرضو مش محتاجين نقول أن كل أمهات مثاليات وعظماء، طبعا كل أم في الدنيا خلفت قدمت تضحيات كتيرة وتعبت كتير وشقيت كتير، مش لازم يتم تكريمها في وسائل الإعلام أو من جهة رسمية، مهم جدا تكريمها عن طريقنا إحنا، بأن إحنا نخليها تكون فخورة بينا إن شاء الله. ومن عيد الأم للهند يتوجه اليوم سامح شكري وزير الخارجية إلى العاصمة الهندية نيودلهي لرئاسة وفد مصر في أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة بين البلدين، اللي هتبدأ إن شاء الله اجتماعاتها يوم 22 الجاري على مستوى كبار المسؤولين ثم على المستوى الوزاري يوم 23 الجاري.
المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال إن الزيارة بتأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص مصر على تطوير التعاون مع الهند في كافة المجالات. أكد كمان إن الزيارة هيتم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، فضلا عن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. ونروح لوزارة التموين والتجارة الداخلية اللي أعلنت النهاردة إن اليوم آخر موعد للأوكازيون الشتوي، خاصة أنه تم مد الفترة حتى عيد الأم لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على منتجات بأسعار مخفضة خلال فترة عروض المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون، واللي بلغ عددها أكثر من 3700 محل. في سياق متصل، وجه الدكتور علي المصلحي وزير التموين بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من التزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بالعروض اللي هتقدمها للمواطنين وضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم. طبعا مهمة جدا فكرة الرقابة، وإحنا نبقى عينينا كمان على السوق علشان خاطر ما يحصلش أي تلاعب أو أي مشاكل، لأنه دي حاجة مقدمة لأهالينا لازم نراعي فيها على الأقل كمان ضميرنا المفروض يعني. صحيح، والأوكازيون خلاص الشتوي عشان ما كانش فيه شتاء اصلا. احنا عايزين نقول لكم بس ان اوكازيون النهارده يا جماعه اخر يوم، اللي عايز يلحق اي حاجه يلحق ينزل يجيبها سريعا. ونروح لاخبارنا الرياضيه، والنهارده هتجرى قرعه دور ال 16 من دوري ابطال افريقيا في القاهره ان شاء الله هنا، والاتحاد الافريقي كمان اعلن ان النادي الاهلي هيتواجد في التصنيف الاول بجانب انديه مازيمبي الكونغولي والنجم الساحلي التونسي والوداد المغربي طبعا حامل اللقب. على صعيد اخر بقى، منتخب مصر بيواصل استعداداته وتدريباته المتواصله علشان المباراتين الوديتين اللي هنقابل فيهم البرتغال واليونان يوم 23 ويوم 27 من شهر مارس الجاري. وطبعا تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب المصري، وتكون الوديات دي احتكاك قوي كده قبل منافسات كاس العالم في شهر 6 اللي جاي ان شاء الله نوصل لنهائي كاس العالم. طبعا احنا بنجهز نفسنا لكاس العالم، واعتقد ان الماتشات الوديه دي يعني حاجات مهمه جدا، او طبعا مباريات مهمه جدا، منها تدريب ومنها ان احنا نشوف لياقتنا ومنها نشوف مستوانا ومنها ان احنا نشوف طبعا يعني نقدر نتعامل مع الفرق الاخرى. واكيد كل تمنياتنا، طبعا تمنياتنا خالص تمنياتنا لمنتخبنا المصري، يعني كلنا منتظرين فرحه زي فرحه بس دخولنا كده، احنا طبعا منتظرين اي فرحه جن. خلينا نروح سريعا مع حضراتكم لاخبار المرور والشوارع مع تطبيق بيقول لك الحصري اللي هيعرفنا الحاله المروريه في شوارع القاهره والجيزه. هنبدا مع حضراتكم حالا زي ما هتشوفوا معانا، هنبدا كالعاده بكوبري 6 اكتوبر من مدينه نصر للمهندسين، معظمه ما بيتحركش ما عدا من مدينه نصر لحد العروبه ماشي. كوبري اكتوبر من المهندسين لمدينه نصر لطيف. كوبري 15 مايو من المهندسين لوسط البلد ماشي. كوبري 15 مايو من وسط البلد للمهندسين كويس. اما صلاح سالم من المطار للكورنيش معظمه مش بطال ما عدا من بانوراما اكتوبر لحد كوبري 6 اكتوبر ما بيمشيش. صلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه سالك ما عدا من كوبري اكتوبر لنفق العروبه ما بيمشيش. لسه على صلاح سالم من الكورنيش للمطار معظمه سالك ما عدا من كوبري 6 اكتوبر لنفق العروبه ما بيمشيش. احنا قلنا ناكد عليكم المعلومه دي مره ثانيه. المحور من الشيخ زايد للمهندسين معظمه شغال ما عدا من الدائري ل 15 مايو زحمه. بعد بقى ما شفنا احوال المرور نشوف احوال الطقس هتكون عامله ازاي النهارده، وبعد كده نروح نشوف تمارين الزومبا مع كابتن شريف فرنسا. النهارده بالذات احنا محتاجين نشاط وحيويه وسعاده، يعني اللي قاعد في البيت كده قوموا اعملوا فرنسا قوموا اعملوا مع كابتن شريف شويه زومبا علشان نستقبل اليوم كده بوجه مشرق وبشوش ان شاء الله. بعد كده فاصل ونرجع لكم مره ثانيه، استنونا حلقتنا النهارده مختلفه. Thank you.
مرة تانية بنرحب بحضراتكم واحنا في حلقة خاصة عن عيد الأم. هنتكلم عن دور الأم في حياة الأسرة والمجتمع وازاي احنا نقدر نرد لها الجميل، واعتقد ان اقل جميل ممكن يتقدم للأم لكل الأمهات الجنة تحت أقدامهم فعلا، ان احنا ما نضيعش يا جماعة، ما نضيعوش عمركم في حاجات ممكن تندموا عليها بعد كده، ان انتوا ما قدرتوش تقعدوا وقت كافي مع أمهاتكم وأبهاتكم. يعني في أحيانا في لحظات بنمر بيها بتبقى مفيش أي حاجة بتنفع، ولا شغل بينفع، ولا بعد، ولا سفر، ولا أي حاجة. خليكوا جنب أمهاتكوا، خليكوا جنب عائلاتكوا، خليكوا دايما حاسسوهم إن أنتوا موجودين، عشان ما ترجعوش لا قدر الله بعد كده تحسوا إن أنتوا كنتوا بتعملوا حاجات كتير قوي ونفسكم إن هم يفرحوا بيها، وجي الوقت اللي هم مش موجودين مش هيقدروا يفرحوا بيها. خلينا نكمل حلقتنا النهاردة، وهنكملها طبعا مع ضيفنا دكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. أهلاً. صباح الخير يا دكتور محمد، وكل سنة طبعا وكل الأمهات طيبين وحضرتك طيب. طيب. ونهاردة عايزين نتكلم بقى عن الأم بالتفصيل، ونتكلم عن دورها وأهميتها، وخصوصا أهميتها في الصحة النفسية للأسرة عموما، الزوج، الأولاد، وجود الأم بيأثر إزاي؟ طيب، هو بس أنا بأكد على الرسالة اللي قالتها سمر، أنه في كتير من الأبناء والبنات بعاد عن أمهاتهم طول السنة، وحاجات كتير واخداهم، بس أكتر حاجة واخداهم يمكن الموبايل والتاب واللاب ومش عارف ايه وكده. فتلاقي الأم وحيدة ومعزولة، رغم أن عندها 2-3 أو أكتر ساعات ومفيش حد منهم بيقول لها كلمة. فأكيد النهاردة هيقعدوا معها، يعني نتمنى أن هم يقعدوا معها النهاردة، بس يجربوا يقعدوا معها، لأنه فعلا الأم كنز مهم جدا لكل إنسان، وبيجي وقت ساعات نفتقدها ونقول يا ريت كنا قعدنا معها، يا ريت كنا افتكرناها. فمهمة قوي الرسالة دي. عايز بس أقول أن الأمومة دي معجزة إلهية عبقرية، وعشان كده العبقرية دي بيبقى ليها تجليات في حياتنا. التجليات دي على فكرة بتاعت الأمومة هي اللي صنعة الاختلافات في الناس، أنه حد يبقى بالطبع ده وحد يبقى بالطبع التاني والتالت والرابع والألف. فالأمومة هي صانعة هذا التنوع، هذا التوازن الجميل، عاملة يعني عاملة باقة كده من الأنماط، وبالتالي عندنا باقة من الأمهات، وكل أم من دول بتعمل حاجة في حياتنا، بتضيف حاجة في حياتنا. وساعات الباقة من الأمهات دي تبدو بعضها إيجابي وساعات بعضها يبقى سلبي، بس كله في الآخر بيدي صورة كده متكاملة للحياة. يعني احنا قعدنا نشوف أنماط الأمهات وعلاقتها إيه بالصحة النفسية وبصحة المجتمع حتى كمان. فمثلا هقول بعض حاجات من هذه الأنماط في الأمومة، ويعني نشوف قد إيه دي بتعمل حاجة في ولادها وبتعمل قد إيه في ولادها. عندنا أم اسمها الأم الحنانة. الأم الحنانة دي اللي هي بتفيد بقى حب وحنان ورعاية، وساعات حتى تبقى الرعاية دي زيادة عن اللزوم. اللي هي يقولك بتدلع عيالها زيادة عن اللزوم. ممكن كده. فعطائها يعني بيغمر كل اللي حواليها. دي فيها جانب حلو، انه الناس بتشبح حب وحنان من هذه الأم، وكل اللي عايز شوية حب بيروح يترمي في حضنها. لكن ساعات يبقى الحنان الزايد ده يقلب للضد، يعمل حاجة وحشة. طيب، في كمان الأم يسموها الأم المنانة. الأم دي عملت حاجات حلوة كتير لولادها، بس طول الوقت تفكرهم ده أنا ضحيت عشانكم، ده أنا تعبت عشانكم، ده أنا ما عملت، ده أنا ضيعت شبابي، ده أنا مش عارف إيه، استحملت أبوكم واستحملت كذا وطلعت اشتغلت علشانكم. دي الأم المنانة، على الرغم أنها عملت حاجات حلوة كتير جدا جدا، إلا أنها طول الوقت بتمنى عليها. طيب، في الأم يسموها الأم الحزنانة. الحزنانة دي الأم الحزينة الكئيبة اللي طول الوقت قاعدة يعني تفتكر ذكريات مؤلمة ومش عارف إيه وكلام من ده، فمخلية جو البيت فيه حزن كده وشجن. في الأم الغضبانة، الأم بقى اللي طول النهار قاعدة تزعق وتصوت وتصرخ ومش عارف إيه في العيال، وإنت عملت وإنت ما عملتش. طيب، في الأم الملهمة. الأم الملهمة دي ساعات تبقى أم بسيطة، أحيانا تكون مش متعلمة حتى، لكن هذه الأم جواها عظمة تطلعها من خلال حد من ولادها. فتلاقيها على الرغم من بساطتها الشديدة، إلا أن طلع من ولادها حد عظيم جدا، حد عبقري في أي مجال من المجالات، وهي يمكن بتعرفش تقرأ وتكتب. فيه الأم النحلة،
الام النحله دي بتعمل كل حاجه. عايز تعمل كل حاجه ما بتقعدش. وبعدين النحله برضو بتعطي وما تاخدش. دي ما تحبش تاخد ابدا، يعني تعطي بس، وده برضو مش مظبوط. يعني احنا النهارده باقه الامهات اللي احنا دي مش قريبه شويه يا دكتور من الام الحنانه اللي هي برضو بتدي حنان وبتعمل بتخلي بلدها؟ بس النحله فيها حاجات زياده بقى. النحله دي يعني الحنانه دي ممكن تبقى ام هاديه كده قاعده كده بس في بيتها راسيه، لكن النحله ما بتقعدش، وهي النحله بتزن في ودان ولادها طول الوقت بالنصايح والارشادات والتوجيهات ومش عارف الحاجات دي. كمان في الام يسموها الام العنكبوت. الام العنكبوت دي اللي بتمد خيوطها حوالين ولادها، عايزاهم دايما حواليها، محدش يبعد. وخيوط العنكبوت خيوط دقيقه ورقيقه بس قويه، فاي حد من ولادها ما يبقاش يسافر، لا يروح يسكن في شقه بعيد، لا يستقل بمراته، لا يروح يتعلم في بلد تانية، لا. فدي الام العنكبوت. بتحبهم بس بتأذيهم اكيد. بالظبط طبعا، بتبقى قافلة عليهم. في اصعب منها بقى الام المبتلعة، او يسموها منى الغولة. دي بقى لا، عايزة تاخد ولادها جواها تاني. يعني مش عايزة اي حد يبقى يقرب منها. وبعدين بقى ساعات تتمارض او تتعب علشان ولادها كل شوية يجوا لها، وكل شوية يزوها، وكل شوية يبقوا جنبها، وكل شوية يبقوا في حضنها. طيب في بقى الام الحيرانة. الحيرانة دي تيجي كل شويه تقول ايه، انا عايزه حد يقول لي اتعامل مع اولادي ازاي، انا مش عارفه اتعامل مع انا هسيب لكم البيت وامشي. انا خلاص انا زهقت، فدي ام حيرانه. وتروح بقى تدور في الكتب وتسمع برامج، مش عشان هي ما عندهاش ملكه الامومه الفطريه، لانه في جزء من الامومه فطري وفي جزء بنتعلمه بنكتسبه. ففي امهات بالفطره كده تلاقي عندهم الملك، عارفه تحب امتى وتغضب امتى وتزعل امتى وتكشر امتى وتطبطب امتى، لكن الام دي حيرانه فمتلخبطه. في الام الغرقانه. الغرقانه دي غرقانه في همومها، في احزانها، في ذكرياتها، او في هموم التانيين اللي حواليها، او في هموم عيلتها، او في هموم جيرانها او صاحبتها، ويفضل منها جزء بسيط كده على السطح يؤدي دور الامومه في اقل او في ادنى حد ممكن يعني. طيب في الام السرحانه. السرحانه دي بقى قاعده كده رايحه خالص، مش موجوده، يعني يجي حد من ولادها يقرب لها مش هنا. مش عارف في حد بيعيط ولا هي هنا. دي بقى ايه يعني، عايشه في عالم اخر، يعني حاجه كده عايشه مع نفسها وفي كهف خاص بيها بعيد خالص عن ملهاش هذا الحضور. في زقزقة عصافير في دماغها، عايشة لوحدها كده ومروقة راسها، والعيال بتعيط وبتصوت وهي دكتور دي بس انواع لا ده في انواع كتير. لسه في كتير. في الام الخدامة مثلا. الام الخدامة دي اللي طول الوقت قاعدة تطبخ وتنظف ومش عارف تعمل ايه، ما تقعدش ابدا دقيقة الا طول الوقت هي ايه؟ طيب خليني اسال حضرتك، اعتقد عن نموذج الاكثر الموجود في مجتمعنا او موجود في كل امهاتنا، وهي الام النحله. يعني خلينا ناكد ان من بين كل انواع الامهات اللي الدكتور ذكرها، اعتقد الام النحله هي اكثر عدد، هتاخد اكبر نسبه من النسب كلها. الام النحله يا دكتور اللي هي بتعمل كل حاجه، بيت وشغل، تربيه اولاد، واهتمام بعيله، وهي زي ما بيقولوا الكبيره كده. التوازن النفسي هنا تعمله ازاي عشان ما تاثرش ولا بين زوج ولا اولاد ولا عمل؟ دي اللي بنسميها الام الكامله او الام الكمل باللغه المصريه يعني. دي اللي عارفه تبقى زوجه، فبتادي حقوق الزوجيه، تعيش حياه زواجيه كويسه ليها ولجوزها، وهي ام في نفس الوقت بتعيش امومتها بشكل كويس، واعي وعارفه ايه الامومه وحدود الامومه ايه، يعني ما تزيدش ولا تقلش. الامومه دي عامله زي ايه؟ عارفه عامله زي الطبخه المظبوطه، انه ما يزيدش ملح شويه، ما يزيدش بهارات شويه، يعني متظبطه من ناحيه السوى والحاجات دي. لو في توازن هتمشي الدنيا كويس، لو حاجه زادت او قلت. وبعدين عشان تبقى كامله، زي ما كنا بنقول المره اللي فاتت، الجزء الانثوي بتاعها محتفظه بيه، فما زالت محتفظه بنفسها كانثى، لانه فيه عندنا في حاجه كده اسمها جمله ام العيال، انه المراه تتحول لام العيال بس بعد كده، صحيح. فتفقد كيانها كزوجه، اهتمامها بنفسها، تفقد كيانها كانثى،
وتفقد كيانها حتى كإنسانة، وممكن تفقد كيانها ك ك ك كموظفة أو كمهنية. ففي كيانات كتير للمرأة، المرأة الكمل بقى أو الكاملة دي اللي هي بتعرف تلعب الأدوار دي. حد هيقول بقى ده عملية صعبة، يعني ده تبقى عاملة زي هتقعد بقى تعمل دي ودي ودي ودي، طب وهتعملوها انتوا ايه؟ هنا بقى لو الزوج ناصح او الناس اللي حواليها ناصحين يغذوها بقى باحتياجاتها. ليه؟ لان دي اللي هتدي للجميع، فما يسيبوهاش من غير عطاء هي. وده اللي يمكن فكرة عيد الأم بتطلع لبقرة الوعي بتاعنا، أهمية الأم دي، أهمية الأم اللي احنا بننساها ساعات زي ما انت كنت بتقولي كده. موجودة، حاجة موجودة بديهية في حياتنا، زي الشمس ما بتطلع والقمر ما بيطلع والبحر ما موجود والنيل بيجري. ساعات حاجات عظيمة جدا في حياتنا من كتر ما ألفناها فنقول ما خلاص ضمنينها، احنا ضامنين ساعات ان ما ضامنين وجودها يعني. بالظبط كده. بس بيزعل قوي يا دكتور اللي بتنسحب منه فجاه النعمه دي، يعني لو ما حسش بالقيمه دي ولو ما قدرهاش في وقتها. صحيح. يعني بتبقى صعبه جدا على الشخص ده، كمان اكتر شخص اعتقد. صحيح. انه بيتعذب لما مامته بتروح من منه. فبنقول اللي لسه الام موجوده يعني انتهز هذه الفرصه. بالزبط. انتهز هذه الفرصه في وجودها. ده حتى في يعني حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول اذا ماتت ام العبد نادى مناد ماتت التي كنا نكرمك لاجلها، فاعمل نكرمك لاجلك. يعني الام دي ربنا بيكرم اولادها وبناتها عشان خاطرها بدعائها. فلما بتموت خلاص بقى كل واحد بقى ايه؟ مع نفسه بمجهود بقى ومع نفسه. يعمل استقرار الاسره يا دكتور مرتبط بنفسيه الام؟ جدا. زي يقولوا هي دي عمود الخيمة، هي دي عمود الخيمة، دي محور الارتكاز. وعشان كده في نوع من الأمومة اللي احنا يمكن ما قلناهوش، الأم الوتد. الأم الوتد دي واللي خيري شلبي عملها في الرواية الجميلة بتاعته الوتد، واتعملت مسلسل فاطمة تعلبة طبعا. الأم الوتد دي اللي مربطة العيلة كلها، العيلة كلها حواليها. واللي لما تمرض او تختفي العيله تتفركش، اللمه دي تروح، الدفى اللي في البيت يروح. فالام هي محور الارتكاز. الام هي الحاجه اللي بتضم العيله كلها على بعضها. ممكن الاب يموت والولاد يفضلوا يعني مربطين وكويسين، لكن الام لو ماتت حاجات كتير بتروح. صحيح. تمام. طيب الأم بتأثر بشكل كبير في تكوين شخصية ولادها يا دكتور؟ ده هي المؤثر الأساسي. لو فاكرين لما كنا بنتكلم عن تكوين شخصية الأطفال، الأم وهي حامل بدأت تأثر في شخصية ولادها. يعني لو الأم حزينة الحزن بيوصل للعيال للجنين، لو الأم فرحانة الفرح بيوصل للجنين، لو الأم متعصبة وغضبانة ومنفعلة كتير بيوصل ده، فهتأثر في الشخصية وهو لسه جنين. ده بيتولد، قلنا أول سنة بتحط القانون الأساسي، هيطلع على قانون الحب، يطلع ودود محب متسامح رحيم يعطي للناس والحياة، ولا يطلع متصارع مع الناس ومع الحياة، كاره للناس والناس كرهاه وفي حالة صراع دائم طول حياته. وبعد كده بقى اللي هتديه بقى فكرة إن هو يبقى مستقل ولا اعتمادي، هيبقى مبادر ولا منسحب وخايف. كل أو أغلب الصفات اللي بتتحط فينا وتكون شخصيتنا جاية من الأم، سببها الأم. المنبع الرئيسي، المنبع الرئيسي. عشان كده بنقول هي الأم. حتى في اللغة انت عارفة اسمها إيه؟ أصل الحياة. يعني الأم في المعاجم اللغوية المكتوبة كده، الأم هي أصل الحياة. عشان كده الأرض يقول عليها أم. صحيح. الوطن طالع منها أم، والكل عائد إليها. دكتور يعني يمكن كتير مننا بيستنى المناسبات السعيدة عشان يبدأ يرد الجميل، ومع ان رد الجميل بالنسبة للأمهات هو مش هيوفي أي حاجة مهما عشنا قد إيه، مش هنقدر نوفي حقهم يعني. بس قلنا برضو يعني إزاي نوفي الجميل للأم اللي ربت واللي تعبت واللي ضحت، واللي الأم اللي احنا بنقول عليها الكمل زي ما حضرتك لسه. يعني الأم ما بتبقاش عايزة حاجات كتير على فكرة،
دي عايزه بس ولادها يبقوا حاسين بيها، عايزه ولادها يبقوا يعني يبقوا شايفينها، لانه كتير قوي من الامهات حاسه ان ولادها ناسينها، نافرين منها، بعد عنها. والابن الحقيقي او البنت الحقيقيه بيبقوا الام بالنسبه لهم شيء كده اسطوري. يعني انا مثلا امي الله يرحمها توفت بقالها سنوات يعني، لكني اشعر انها ما ماتتش، ودايما اقول كده ان الام ما تموتش، حاضره في الوعي. ليه؟ لانه تاريخ طويل جدا من الذكريات والعطاءات والحنيه ومواقف، يعني كل حته، كل جانب من جوانب البيت، كل جانب من جوانب الدنيا والحياه كان ليها بصمه فيها، كان هي سببها. فالام ما تتنسيش، فاهم حاجه ان الام ما تتنسيش. وعبقريه مصطفى امين لما اقترح فكره عيد الام، فان هو بيعمل ايه؟ بس الابهات غاروا يا دكتور. الابهات غاروا. بس هو الحقيقه طبعا الاب له اهميه كبيره طبعا. جدا، ممكن في يوم من الايام في البرنامج ده نتكلم عن الاب واهميته. بس الـ 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 الام في عطاءات ليها بتتنسي. يعني مين مننا يفتكر تعب امه وهي حامل، ولا تعبها وهي بتولد، ولا تعبها وهي بترضع، ولا تعبها وهي بتنظفه وبتغسله ومش عارف تعمل له ايه. الاب يمكن يبقى شايفين بيصرف علينا، بيدينا فلوس، بيعمل لنا مش عارف ايه، بيجوزنا، بيجيب لنا شقه، فبنشوف عطائه. لكن الام لا، ودايما اللي بتربي واللي بتزعق واللي بتخليك تعمل الصح هي دايما بيبقى في بينك وبينها كده، يعني لا، في مشاكل كتير بتحصل بين الام، وبتبقى في مراحل كمان اعتقد سنيه معينه، بيبقى في زي احنا في يعني في احنا نفرين بعض، يعني اللي هو انا مش عايزه تتكلمي، لا ما تقوليليش انا اعمل ايه وانا ايه. دي مرحله المراهقه اعتقد. بعد كده يعني كل مرحله ليها اعتقد يا دكتور يعني معطياتها. وخليني اسالك في حاجه مهمه جدا، يعني احتياجات الام من الناحيه النفسيه، هل عامل السن بيأثر فيها؟ يعني هل الام اللي تعدت مثلا نقول سن المعاش 60 سنه او تعدت ال 50 سنه بتحتاج حاجات غير الام اللي لسه شابه لسه في الثلاثينات؟ الام كل ما بتكبر في السن بيبقى احتياجها لاولادها اكتر. ليه؟ لانه بتبقى اولا من الناحيه الصحيه ضعفت، فبتبقى عايزه حد ياخد باله منها. من الناحيه النفسيه حست ان دورها انتهى كست، يمكن كزوجه، يكون الزوج مات او الزوج مشغول عنها، اولادها كبروا وسابوها، فبتبقى حاسه بوحده وحاسه بضعف وحاسه باحتياج شديد. والمرحله دي مرحله حرجه جدا في حياه اي امراه او اي ام. والناس بقى مشغوله، كل حد ابنها بقى مشغول في مشاكله هو ومراته واولاده، وجوزها يا اما بقى مثلا في شغله او كبر وما عادش قادر يهتم بيها، واخواتها اللي سافر واللي راح واللي جه. فالام كل ما تكبر كل ما بتبقى عايزه اهتمام اكتر، وساعات احتياجها ده يتحول لحاله مرضيه، فيبقى الاحتياج زايد. فاحيانا امهات كتير يتمرضوا علشان يقربوا، كانها بتعمل صرخه استغاثه لما قعدت تحاول ان هم يقربوا منها او ياخدوا بالهم منها او يفتكروها، ما جوش، فتعي عشان يجوا، او كل شويه تشتكي علشان يجوا. فنرجو يعني او نتمنى ما نلجئش الام دي لانها تصرخ تستغيث. صحيح. بشكر حضرتك جدا يا دكتور، احنا للاسف وقتنا انتهى، وقت الفقره انتهى، بس حضرتك قلت كلام كويس جدا جدا للام، واحنا لازم ناخد بالنا من ده. مش لازم نستنى الام انها تتمارض او تتعب علشان خاطر نقرب لها، وما نستناش امنا تبعد عننا علشان نقول يا ريت اللي جرى مكان، لازم نكون جنبها وتحت رجلها على طول. بشكر حضرتك دكتور محمد المهدي، استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر، وكل سنه وحضرتك طيب. كل ام طيبه ان شاء الله. يا رب دايما. تاني يا دكتور. ومشاهدينا فاصل صغير، نرجع لحضراتكم مرة تانية، استنونا. بعد الحب ده ايه اللي تعمل كل ده تستاهل بعد
كده نبوس التراب اللي ماشي عليه بعد الحب ده ايه اللي تعمل كل ده تستاهلي بعد الحب ده ايه اللي تدي حنان كده نبوس التراب اللي ماشي عليه امي ثم امي لحد اخر يوم فعمري حضن من اول حياتي وغم وغمي اللي كتر خير اداب خيرها في دمي وعايش فيه اعمل لها تمثال اللي طيبت قلبها فوق الخيال أعمل لها تمثال اللي تعبت واللي راحت واللي سرت واللي شال حمل الجبال أمي ثم أمي لحد آخر يوم حياتي وهم وهمي اللي كتر خير اداف خيرها في دمي وعايش بيه. ما شاء الله عليكم. عايزه طبعا ارحب بيكم الاول اسلام ملاح. اهلا بيك يا اسلام. ونعوم اهلا بيك يا نعوم. اهلا طبعا ابراهيم. اهلا بيك. اهلا يا ابراهيم. ازيك؟ كل سنه وانتم طيبين. والنهارده احنا جايين طبعا انتوا عارفين احتفاليه خاصه بعيد الام وانتوا اديتونا اول هديه اغنيه امي. بس الاول كنا عايزين نتعرف بقى عليكم نتعرف على بدايات وكده. تحبوا مين بقى يبدا؟ نعم اتفضلي. يعني لسه خلي بالك في عام المرأة لم ينتهي بعد. نعوم الموضوع سيطري. سيطري احنا اكتر برضه. انا البدايات من بدري شوية كتير، يعني من وانا 6 سنين تقريبا بغني. كنت انا وابراهيم في فريق واحد تبع مركز الشباب تبع المنطقة اللي احنا ساكنين فيها. وبعد كده الفريق ده انضم لوزارة الشباب وبقينا بنعمل مسابقات جمهورية. الكلام ده انا فضلت فيه لحد 16 سنة، ده من 7 سنين ل16 سنة. بعد كده بدأت بقى افكر ان انا لازم ادخل الموضوع باحترافية شوية. فكان الوقت ده متزامن مع الثانوية العامة، فدخلت معهد موسيقى عربية. قعدت سنة واحدة بس في المعهد وسبت المعهد وحاولت درست حاجة تانية خالص. طب ليه؟ ما اعرفش. ما حبيتيش؟ لا. ما حبيتش ان انا، يعني حسيت ان انا الدراسة هتكرهني في المزيكا. انا حبيت مهمة. انا حبيت الموضوع بفطرته اوريدي، كنت بمارس المزيكا فما كانش الموضوع بالنسبة لي. كان النظري اكتر تقصدي؟ يعني ما حسيت ان انا النظري ممكن اكتسبه من الممارسة اكتر. بالظبط يعني. طب هتسمعونا ايه بقى؟ هتسمعونا على طول كده. بصي احنا بندخل جد على طول. يلا بينا هنغني امي لحسين الجسمي. يلا يلا بينا. عيني على اللي اتربى وعاش منها محروم، لو تسألوا هيرد الدنيا بحالها في كوم وفي كوم أمي في كوم أمي. عيني على اللي اتربى وعاش منها محروم، لو تسألوا
هيرد الدنيا بحالها في كوم وفي كوم أمي في كوم أمي هي اللي أمشي داية في دا وأنا متغمي بهرب بتدفى بتندى وتشيل همي دغري في صغري بتسند فيا وبتصلب طولي تكبر هيا تحتاج ليا افديها بدمي وعشان كده الدنيا في كوم وامي في كوم وفي كوم امي. انا مش هتكلم. محدش فينا عارف يتكلم بصراحه. يعني اكيد كل واحد بالنسبه له الدنيا في كوم وامه في كوم تاني خالص. يعني في حته عظيمه جدا جدا. بنأكد يعني تحياتنا تاني. عايزين بس نحيي يا جماعه كمان يعني امهات الشهداء. يعني الف مليون تحيه لكل ام شهيد. واحنا من هنا بنقول لكم كل عيد ام وانتم يعني عظيمات وجميلات ومضحيات باكتر حاجه عندكم. ابنائكم فوق راسنا ويعني دمهم وروحهم هي اللي مخلينا مكملين وعايشين وبنحتفل معاكم النهارده. كل سنه يا رب وكل ام شهيد بخير وطيبه وسعيده وفخوره بابنها. اسلام. يلا يا اسلام نغني؟ لا يعني احنا طب نمشي احنا طيب ولا ايه؟ هنغني اه. طيب يلا سول. لا ما يجيش من بعد خير. ما يجيش من بعد خير ولا هو فانا يوم جميل ولا هقدر اعوضك عن عمري ضاع عشاني تعبك سهرك ليالي خوفك عليا ولفتك ما يجيش من بعد خيرك ياما في الدنيا أغلى من حبي ومات يعلى من قلبي ياما ضحى علشان تكبريني دايما عايش في قلبي وبجري جوا دمي دايما عايش في قلبي وبجري جوا دمي هعيش وهموت بحبك يا أمي وكفاية وكفاية انك تدعيلي يا أمي. أنا كنت عايز أسألك على البداية وعايز أعرف مين اللي اكتشف الصوت الحلو فيك. البداية برضو من 7 سنين أكبر منها بسنة. تمام. واللي اكتشف الموضوع بالصدفة جدا حد كده صاحب أخويا الكبير كان قاعد عندنا فسمعني بدندن كده نفس الكلام اللي بنقوله كل مره هنا. وقال لي يلا نغني وبتاع. طبعا بدات شويه كده طبعا دراسه خدتني شويه وبعد كده بدات بقى في الجامعه. خلي بالك ان انت اول بدايه كنت معانا. صح صح كده. بالظبط. فبدات بقى حفلات الجامعه واسكندريه وبدات يعني الناس تعرف ان في حد بيغني اسمه اسلام. دخلت الموضوع باحترافيه وانا في الجامعه يعني. طيب نعوم يلا مجهزه لنا ايه؟ تعالي نستخبى انغيم يلا يلا. الموضوع كله عياط.
في حضن بعض حبك، وما نغمض عنينا نلاقيك بقيتي شابة. تعالي نستخبى انا وانت من الزمان، ونزرع المحبة في جنينة الأمان. تعالي في حضن ماما بوسك من جبينك، يا ريت تاخدي قلبي تعيشي بيه سنينك. تعالي في حضن ماما بوسك من جبينك، يا ريت تاخدي قلبي تعيشي بيه سنين. ده أنا أول يوم في عمري من أول ما اتولدت، وعشان كده قلبي حاسس إنك أمي وبنتي. برافو يا نعوم، برافو. كنت عايزة أسألك عن لما بتطلعوا على المسرح، ولما بتطلعي للمسرح أكتر الحاجات اللي بتطلب منك إيه، أو الحاجة اللي لما بتغنيها بتحسي إن أنت يعني وصلتي لقمة الانبساط والاندماج أنت والجمهور، اللي زي ما بيقولوا بتلعلعي كده وانت بتغني؟ اغنيه يعني معينه؟ اه، حاجه بتبقى قريبه لقلبك وفي نفس الوقت برضو الناس بتبقى طالباها منك، انت مبسوطه وانت بتغنيها؟ انا مبسوطه وانا بغنيها. هو كذا حاجه يعني، في اغاني كتير. ممكن نقول نعوم بتميل الى اللون الحزيني ولا اللون اللي فيه بهجه ويعني يعني هو بحكم الشغل اكيد بنغني ثلاث ارباع الاغاني اللون اللي فيه بهجه، بس انا نعوم لا طبعا بحب النكت. زي شايفه طبقه الصوت بتاعه المغني بتظهر اكتر في اي لون، ده ولا ده؟ لا، هو حسب طبقة صوت المغني نفسه. يعني في مغني صوته يبقى بيضحك دايما، في صوته في ضحكة فهو ما يقدرش يغني حاجة فيها شجن. يعني فنان محمد فوزي كان صوته دايما بيضحك، أي أغنية بيغنيها تحس إن هو مبسوط. في ناس تانية مثلا يعني زي مثلا فنان أحمد سعد، أي حاجة بيغنيها دايما، حتى معظم أغانيه دراما كلها. وآدم يعني في صحيح. ناس كده هم طبعا ده لا خالص، ادم شجن شجن يعني. طبعا طبعا. اسلام اسلام هتغني ايه يا اسلام؟ لا ما احنا مش بقول لك ايه بدايات لنا. بقى ونهايات والحاجات دي احنا مع بعض، احنا عيله مع بعضينا هنا. يلا يا اسلام غني حاجه. بحبك يا امي. ماشي. بحبك يا أمي، حنانك في دمي ونورك في قلبي، وليك فيا كل شيء. هعيش لك سنيني واشيلك في عيني، رضاك عليا وحده نور للطاري. انا بحمد ربنا اداني ام حنينة، جواها طيبة وخير وحب ما بينتهي. يا أمي اطلبي عشتي لعمرك تتعبي، وتعبي كله جنب تعب ما يساوي.
بستمتع بصراحه باللقاءات اللي زي دي. احنا طبعا بنسمع الاصوات وخصوصا وهي لايف كمان بتمسنا قوي، فاحنا علشان الاستمتاع ده احنا لسه مكملين معاكم ولسه هنكمل مع بعض، بس هنروح فاصل ونرجع علشان نكمل بقى باقي احتفاليتنا بعيد الام. تمام، هتطلعينا فاصل ولا ايه؟ احنا طلعنا خلاص فاصل اوريدي يا جماعه، فاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. يا أمي يا رب خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي. شنعت لسه مكملين مع حضراتكم، وانضمت لينا في الفاصل يعني سيدة واحدة من الفنانات الجميلات اللي ليهم تأثير كبير جدا في تاريخ الدراما المصرية من خلال مسلسلات كتير جدا، زي مثلا هنقول يعني حبة قليلين جدا من التاريخ العظيم ده، ضمير أبلة حكمة، إمام الدعاء، بوابة الحلواني، أم كلثوم. النهاردة بنحتفل مع يعني الجميلة اللي منورانا الفنانة العزيزة القديرة الفنانة سميرة عبد العزيز، بنحتفل معها بعيد الأم وهي منورانا هنا. وصباح الخير على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. وانتي طيبة، وأهنيكوا على اختيار اسم برنامجكم صباح الورد. صباح جميل جدا، أجمل حاجة الواحد بيشوفها الورد. صحيح، فصباحكم جميل إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين كلكم. وحضرتك دايما في أحسن صحة وحال. كل سنة وحضرتك دايما دايما طيبة وفي أحسن حال، وحضرتك بالنسبة لنا وبالنسبة يمكن للشعب المصري كله رمز، رمز جميل، رمز راقي، رمز مليان حنية ومليان طيبة. حضرتك دايما كنت بتنقل لنا صورة الأم المتكاملة، الأم المثالية اللي احنا دايما بنبقى شايفينها، يمكن ما بتتكررش كتير حتى كمان في حياتنا العادية، بنشوف دايما الأم ممكن تتضايق تتعصب تتعب، لكن حضرتك كنت دايما بتقدم لنا المثال الجيد. فكنت عايزة أعرف من حضرتك أقرب الأدوار لقلبك اللي مثلتيها، وخصوصا اللي بنتكلم فيها عن الأم، وبرضو كلمة للأمهات. والله أنا بشوف الأم المصرية أحسن أم في العالم. اختلطت بأمهات كتير من جنسيات مختلفة، أنا ما شفتش زي الأم المصرية في تضحيتها. يعني تبقى راجعة من برة تعبانة من الشغل وجوزها راجع معها من نفس الشغل ممكن، صح، هو يقعد يمدد وهي تجري على المطبخ تحضر للأكل وتحضر أو كوباية شاي أو، وبعدين مهمومة جدا بولادها، يعني حتى هي قاعدة في شغلها بتفكر ولادها راحوا، ماسكة التليفون تطمن ده وصل ده ما وصلش. دي أم حياتها كلها لبيتها وأولادها. صحيح، هم محور الحياة بالنسبة لها. أنا بشوف الأم المصرية كده، ولذلك لما بيجي لي أي أم بحط المشاعر دي وبحط الصفات اللي أنا معجبة بيها في الأم المصرية في الدور اللي بعمله، وبكون يعني أنا رأس مالي الصدق دايما، يعني بصدق قوي اللي احنا لمسينه. بصدق قوي، يعني أما عملت خياطة قصدت أروح أشوف خياطة بلدي في حي بلدي عشان أشوفها عايشة إزاي، وجسدتها، ده كان مسلسل قلب ميت. أيوة. فروحت خدت حتة قماش وقلت لها فصلي لي دي، ولقيتها بتقيس القماش كده بإيدها، حاسة المتر بإيدها، حتى الألم في ودنها عشان أدق التفاصيل. أم رضا الست البسيطة. فأنا يعني براعي كل أم أديها صفاتها المناسبة ليها. لما عملت أم كلثوم مثلا، ودي كانت أم صعبة قوي جدا، إن بنتها أم كلثوم تبقى دي شكلها إيه ومحدش عارف عنها حاجة. طبعا اللي نفعني سمعت أم كلثوم بتتكلم إزاي عن أمها، توصف
هي كانت بتعمل معاها ايه. كل الكلام ده اللي انا سمعته جسدته ان دي ست ساذجه جهله ولكن عندها وعي شديد جدا وعندها حب كبير قوي لبنتها وفرحانه ان بنتها بتغني وان بنتها صوتها حلو. لدرجه هقول لكم على حصل حاجه واحنا بنصور المسلسل. كان في مشهد انا مش فيه، ام كلثوم جايبين لها اول اسطوانه انطبعت لها وهي قاعده قلقانه ومستنيه هتسمع نفسها ازاي، وجابوا الجراموفون وجابوا الاسطوانه وهيسمعوها الغنو اللي هي غنتها. فانا برضو قلقانة عايزه اسمع زيهم، انا مش في المشهد. فوقفت على باب المطبخ متداريه كده والكاميرا مش عليا وعايزه اشوف التاثير، عايزه اسمع انا كمان. حضرتك عشتي دور الام الحقيقيه يعني احنا كده بره الكاميرا، ورا الكاميرا مفيش انا بره الكاميرا لكن عليكي. انا حاسه بالامومه، حاسه ان انا لازم انا كمان اسمع زيهم. شوفي النجاح اللي هي مثلا عملته، فانت واقفه تسمعي كام مش بالزبط. كشخصيه ام بقى شغلوا الاسطوانه وهي اتاثرت وانا دموعي نزلت. مدام انعام شايفه من فوق قالت له خد لي سميره، خد لي سميره. طبعا عشان مشهد حقيقي طالع باحساس حقيقي ان ده وضع طبيعي يعني مؤثر جدا. الام دموعها تنزل وانا دموعي نزلت فعلا وانا بسمع الغنوه كاني دي بنتي فعلا ومغنيه وجايبين الاسطوانه. فانا بعيش الدور قوي يعني ببقى حاسه بيه ومشاعره كلها سواء كنت جوه المشهد او بره المشهد. دايما الحاجه المتصدقه بتوصل. اتمنى يكون عندي ولد اقدمه فدا للوطن. نعم كنت اتمنى يكون عندي ولد اقدمه فدا للوطن. تصريح حضرتك والله ده والله كنت اتمنى يبقى عندي ولد يروح يحارب وانا اللي ابعته. وقلت الكلام ده انا كنت بتكريم امهات الشهداء وتاثرت قوي بيهم كلهم معلقين صغر ولادهم طبعا. فقلت لهم انا كنت اتمنى يكون عندي ولد واقدمه للوطن. يعني دي اجمل هديه الام بتديها للوطن. صحيح. اغلى حاجه عندها بتبعته للوطن يعني حمونا وخلوا لنا قيمه طبعا. وخلوا مصر صامده وخلوا مصر قدام العالم كله زي ما هي، ما حدش أثر عليها، ما حدش فتتها، ما عندناش لاجئين، ما حدش مننا خرج هربان من البلد، كلنا موجودين وكلنا واقفين وأولادنا واقفين على الجبهة بيحاربوا، بنفقد أولادنا شهداء عند ربنا يتولاهم بالرحمة ويتولى أمهاتهم بالصبر. يا رب بدعي ربنا يحط الصبر في قلبهم ويعود لهم في صحتهم وعافيتهم اللي قدمت ابنها للوطن. أنا عارفة أن ده طبعا كان تصريح حضرتك، بس دايما مشاعر الأمومة مختلفة بالنسبة للأم طبعا في أن هي تفقد ابن ليها. رسالة من الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز لكل أم شهيد، تقول لهم إيه؟ أقول لها اوعي تزعلي، انتي قدمتي أغلى هدية، قدمتي قلبك، انتي طلعتي قلبك أديتيه للوطن والوطن يستاهل مننا ده. يا ريت يجندونا كستات ونروح احنا كمان نحارب، يعني أنا أفدي الوطن بروحي. فكنت بتمنى يكون عندي حد أفدي بيه الوطن، لأن أنا الوطن عندي هو الأمان، هو حياتي، هو مستقبل أولادي. يعني أنا ببص ده في أولادي الصغيرين أقول لهم الوطن أهم من الأم والأب كمان. الوطن ده أمكم وأبوكم وحياتكم ومستقبلكم، تحافظوا عليه زي عينيكم. فأم الشهيد ربنا يصبرها، وبدعي من ربنا كل أم شهيد ربنا يعوضها في حياتها وفي صحتها وبقية أولادها تعيش مكرمة طول عمرها.
يا رب ان شاء الله. طبعا احنا كمان يعني بنضم صوتنا لصوت حضرتك وبنقول لها انها ما تزعلش ابدا، لانه ربنا كمان ادها هديه حلوه انه ابنها شهيد، وانه المصريين كلهم بيقدسوا حتى التراب اللي مشي عليه الشهيد طبعا. يعني طبعا رحمه الله عليه، وربنا يصبر قلب كل ام. بس انا كنت عايزه اتكلم مع حضرتك في اللي جاي في المستقبل ان شاء الله بقى، وعايزين نتكلم عن رمضان، ولو حضرتك ان شاء الله كده داخله عمل جديد في رمضان يا ريت حضرتك تقول لنا عليه. ان شاء الله انا مشاركه في مسلسل اجتماعي، ولكن الهدف منه الدفاع عن الشرطه المصريه، ولذلك انا سعيده بيه جدا جدا، وان شاء الله يطلع بالجوده اللي احنا بنشتغل بيها. المسلسل ده اخراج الاستاذ حسني صالح وكتباه الاستاذه فوزيه حسين. قصه اجتماعيه عاديه جدا، ولكن بيحصل ان في طفل بيتخطف وهي الام بتتهم الشرطه، فبندافع عن الشرطه. بنتي صحفيه في المسلسل بتكتب، جوزها عايزها تكتب اي اخبار واي اشاعات، انا بدافع عن المبدا، اقول لها اوعي تكتبي حاجه من غير ما تكوني متحققه منها، لابد من التدقيق تتحققي من اللي حصل تكتبيه، لكن تكتبي اشاعات لا. وده كل احنا محتاجينه طبعا، لان احيانا الاعلام عندنا يعتبر الاشاعه خبر اكيد صحيح، وينزل ويبقى اكيد هي اشاعه. فالمسلسل هادف جدا ان ما نقولش ابدا اي اشاعات، سواء في الاعلام او الصحافه او حتى احنا مع بعض صحيح. يعني اللي يسمع اشاعه ارجوكوا ملوش دعوه وما يقولهاش، لازم يكون متأكد إنها حقيقة. احنا طبعا بنستأذن حضرتك، يعني معنا يعني نجمين شابين اهم لسه يعني بينورونا، وكانوا منورينا قبل ما حضرتك تنضمي لينا في الفاصل، فنعوم وإسلام هيسمعونا دلوقتي حاجة، فبنستأذنكم تتفضلوا. ما شاء الله هتغنوا لنا. يلا حبايبي. تحبي تسمعي ايه حضرتك؟ نعم؟ تحبي حضرتك تسمعي ايه؟ هنغني للأم طبعا. طبعا طبعا طبعا. يلا ست طيب. أنا بعتقد أيوة. أن أغنية ست الحبايب طبعًا. يا حبيبة لا يعلى عليها، ما ينفعش عيد أمي عادي. اسمحوا لي أحكي لكم قصتها. ده طبعا اتفضلي اتفضلي. وقت ما الأستاذ محمد عبد الوهاب عملها كان في صلة من الإذاعة معاه، وطلب يقابلني لأنه كان بيسمع قال الفيلسوف وكان متعشم أن أنا ممكن أغني. فرحت له مع الأستاذ سامية صادق، رحنا له البيت، فشفت في أوضته صورة لأمه بالحجم الطبيعي الله. كبيرة جدا قصاد سريره، وقال أنا هنا لحنت الأغنية وأنا باصص في عين أمي الله. فهو كان بيقدس أمه، وعشان كده أنا حاسة أن اللحن طالع من القلب فعلا، ومأثر فينا كلنا صح. كل واحد بيسمعه بتقاله يعني عايز يقول ده الأم صحيح، مهما عدت أجيال تبقى الأغنية دي ليها طبع خاص عند كل شخص. ربنا يرحمه الأستاذ عبد الوهاب، كان عبقري وحبه الأم كان نموذج يحتذى طبعا. يبقى احنا هنسمع طبعا، نسمع الأغنية الجميلة يعني دي. طبعا يلا. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليكي يا أمي، يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. أنا بكي لما بسمعها.
هو تقريبا مفيش حد مفيش حد صحيح فعلا مؤثره جدا جدا طبعا طيب خلينا نتكلم عن الحياه الشخصيه شويه. وكنت عايزه اعرف قصه زواج حضرتك بالكاتب العظيم الراحل طبعا الله يرحمه الاستاذ محفوظ عبد الرحمن، ويمكن مش ناس كتير تعرف قصه زواجكم، فكنا عايزين نتكلم عن الذكريات الحلوه دي. الله يرحمه محفوظ اولا كان يعشق امي، دايما يقول انا ابن فاطمه. امه كان اسمها فاطمه، كان لا يخجل من هو يقول اسمها، ويقول انا ابن فاطمه. ويقول هي اللي خلتني ابقى كاتب، لان لما اتنقلوا والده كان ضابط بوليس واتنقلوا في اماكن نائيه في الصعيد وكده، فبقى مش عارف يعمل ايه وهو طفل عنده 7 سنين، مش عارف، مش عايز يلعب مع العيال في الشارع، ومش عارف يعمل ايه في البيت. فامه جابت له كتاب، قالت له تعالى نقرا الكتاب ده، وعلمته يقرا وهو 7 سنين في كتب اكبر من عمره بكتير قوي. وده عوده على انه القرايه اهم حاجه في حياته. محفوظ عندنا دلوقتي الاف من الكتب، انا باذن الله ومن برنامجكم بقول هقدمهم هديه لمكتبه اسكندريه عشان يستفيد كل الناس من كتب محفوظ عبد الرحمن، لان جميع الموسوعات عندنا، جميع الكتب التاريخيه عندنا، جميع الكتب بتاعه العرب والثورات العربيه كل الموسوعات عندي في البيت. فان شاء الله اتفقت مع الدكتور مصطفى الفقي ان هقدمهم هديه لمكتبة اسكندرية. وده خبر حلو قوي النهارده، وكهدية في عيد الأم. ده أحلى خبر سمعناه، بس عايزين نعرف تفاصيل أكتر. اشتغلتوا سوا في أعمال كتير جميلة جماعتكم، طبعًا الراحل كان كاتب وحضرتك ممثلة جميلة، اشتركتوا في مسلسل أم كلثوم، اشتركتوا في بوابة الحلواني، كمان أهل الهوى. كواليس الأعمال دي بتبقى عاملة إزاي؟ وهل لما حد يشتغل مع زوجه في عمل واحد يجمعهم زي ما كنا نشوف مثلا في الافلام زمان مراتي مدير عام والحاجات دي، بتاثر بالسلب ولا بالايجاب؟ لا بالايجاب طبعا. يعني لما بيكون في مسلسل، هو اولا اما بيكتب ما بيكونش حاطط قوي في باله ان انا اشتغل، يعني صحيح، بس الدور بيليق، انما بيجي الدور ويتفق مع المخرج، هو بيبقى كاتب التوزيع الادوار في ورقه شايلها في جيبه، ويقعد مع المخرج ويقول له وريني توزيعك للأدوار. أحياناً بيتقابلوا، بيبقى نفس، يعني هو يختار سميرة، لا المخرج برضو مختار سميرة، أو يبقى في اختلاف. لو في اختلاف رأي المخرج اللي بيمشي، اللي بيمشي طبعاً ما عندوش كلام، هو يعني رأي المخرج. غالباً طبعاً كان بيرشحني في الأدوار المناسبة ليا. صحيح. أنا اشتغلت تقريباً في كل أعماله ما عدا أعمالين ثلاثة، يا إما الظروف كانت منعاني، لأن كان الأعمال في الأول بره، بتبقى تصوير بره في البلاد العربية، وكان عندي الأولاد لازم أرعيهم يعني. طبعاً الأم دور الأم طبعاً. فكنت بضحي بإني ما اشتغلش في المسلسل في سبيل أقعد بالولاد اللي عنده ثانوية عامة، اللي عنده مدرسين في البيت كده، لازم أنا أكون موجودة. الموقف الذي لا ينسى من خلال كواليس الأعمال الكتيرة اللي حضراتكم يعني كنتوا فيها مع بعض، ممكن نقوله؟ طبعا الموقف اللي لا ينسى ان احنا لما تعرفنا ما كناش اتجوزنا، يعني بنشتغل مع بعض، لكن ففي مرة بعد ما صورنا والتصوير حلو قوي ومبسوطين منه وطلعنا فوق بقى، وكان اخر المسلسل وبنسلم على بعض، فقال لي ما تتجوزيني. دي احلى طريقه تقديم، يعني تقدم للجواز. قلت له لا انا مش عايزه اتجوز عشان عايزه اتفرغ للفن. انا عندي تجربه سابقه وخلاص، يعني عايزه اتفرغ للفن عشان اسافر براحتي واشتغل براحتي. قام قال لي طب ما انا زيك، انا برضو عندي تجربه سابقه وبعمل فن، واحنا كده ممكن نعمل فن مع بعض، فن كويس. قلت له طب افكر. فكرت، اتقابلنا في المسلسل اللي بعده، قال لي فكرتي؟ قلت له اه. قال لي يلا نتجوز. كنا في تونس،
ما لقيناش مأذون. ده الموقف اللي مضحك جدا يعني. خلاص قررنا هنتجوز مش لاقيين مأذون. وتم الجواز فين بقى، في مصر ولا السفاره المصريه؟ مدني. الجواز الزواج مدني هناك. مفيش مأذون، ما ينفعش لنا. فبقينا حيرانين ولسه قاعدين 3 اشهر هناك وهو خلاص راسه والف سيف متجوز. كان معانا شيخ اردني في المسلسل، فقالوا الشيخ ده يقدر يجوزنا اسلامي والشهود موجودين ولما تبقوا تنزلوا مصر ووثقوه. وحصل، اتجوزنا اسلامي واحتفلوا بينا هناك وعملوا لنا فرح في تونس ولبست لبس تونسي. والتوانسه اشتركوا معانا في الحفله. واول ما نزلنا القاهره وثقنا العقد في بيت السيدة سميحة أيوب. الله. والشاهد كان الأستاذ سعد الدين وعلي. دي مواقف جميلة كتير، ده ما طلعش موقف واحد. طيب أهم النصايح اللي كان بيقولها لحضرتك، يعني أكيد أدام بتشتغلوا في نفس المجال مع بعض فلازم بيكون برضو بيشوف السيناريوهات اللي بتعرض على حضرتك أو كده، فهل كان في نصايح معينة بيقدمها لحضرتك أو كمان كان بيبقى ليه رأي في السيناريو ده حضرتك تقبليه أو ترفضيه؟ طبعا محفوظ علمني حاجات كتير قوي. أنا في بداية عملي حبي للفن خلاني أعمل تنازلات كتير قوي. يعني ما يدونيش فلوس زي بعضه أشتغل، ما يحطوش اسمي زي بعضه برضو أشتغل. بحب الشغل، أنا بحب قوي التمثيل. فهو لما بعد ما اتجوزنا وشافني بعمل كده قال لي لأ، ده غلط كبير جدا بتعمليه. إذا أنتي ما قدرتيش نفسك وحطيتيها في المكان الصح بتاعها، مفيش حد تاني هيقدرك. مظبوط. مادام بتعملي دور مهم يبقى اسمك لازم يتقال. مادام مشتركه في عمل يبقى لازم تاخدي اجر زي بقيه الناس. صحيح. انزلي روحي اطلبي رفع اجر، ازاي انت قاعده كده؟ يعني كان كل الناس كل عمل يجروا يرفعوا اجر وانا مش مهم. مش فارقه معايا بما معناه. انا عايزه اشتغل وبس، انا بحب الشغل. يعني متعتي وانا في الاستوديو. فما كانش هاممني حاجة تانية. هو اللي علمني قال لي لأ، ابتديت أعمل زي ما قال لي. لقيت صح. يعني كنا في مسلسل إذاعي بطولتي ولقيت اسمي محطوط بعد البطل اللي ما هوش بطل، اللي يعني مش بطولته أصلا. فروحت للمخرج وقلت له لأ، المسلسل ده بطولتي. المسلسل ده اسمه إيه؟ بنات زينب وأنا زينب. لازم اسمي يتحط. صح طبعا. قال لي بس الأستاذ، مش هقول اسمه، الأستاذ يزعل. قلت له لا ده حقي. قال لي طب هسأله. راح قال له مدام سميرة عايزة اسمها يتحط على أساسية بنات زينب. قال له من حقها. كان أستاذ محترم جدا طبعاً. وبشكره وبوجه له تحية طبعاً. الأستاذ جلال الشرقاوي طبعاً. احنا كمان بنشكره طبعا ونوجه له تحية. فلقيت بقى أن الحكاية صح. فبقيت بعد كده أنا بطلة لازم يتحط اسمي، أنا بعمل دور لازم أخذ الأجر المناسب وهكذا. فعلمني كتير محفوظ الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. أعمال كتير جدا جميلة حضرتك شاركتي فيها، إيه أقرب عمل لمدام سميرة؟ العمل؟ أقرب عمل يعني في قلبك كده حسيتي إن ده بتاعي أنا دي. أنا دي مش في شغل محفوظ، مسلسل ملك روحي. كنت فيه أم لأولادي وأم لبنت جوزي. وكنت في المسلسل بنصر بنت جوزي على بنتي، لأن بنتي كانت رزلة شوية. دايما تبقى ضد أختها ودايما عايزة تعمل مواقف ضدها وكلام من ده. فأنا كنت بدافع عن بنت جوزي أكتر ما وزعق لبنتي لأنها بتتصرف غلط مع أختها. دور عظيم ومختلف. فكنت أنا كده في الحياة، أنا ربيت بنتي وولاد محفوظ. فأنا أم وأم بديلة مع بعض. فكنت الدور ده حسنه أنا كأني أنا حياتي اتنقلت لل تمام. وأصعب دور مر على مدام سميرة وحست بعد ما هي عملته إن ما كانش المفروض يعني أعمل الدور ده أو الدور ما طلعش بالشكل اللي أنا عايزاه؟ مسلسل من المسلسلات ما كانش معانا كل الحلقات، واتقال لي
ده انت هتبقي كذا وكذا وكذا وانت اللي هتمسكي البيت وانت اللي مهمه وانت اللي ايه. محفوظ قال لي لا ما تقبليش. كان دور دادا. قال لي لو عملتي دادا النهارده هتلاقي كل المخرجين جايبينك دادا. بعد كده مشكله الحصر في الدور. خليكي في دور الام. كلام المؤلف ليا وكلام المخرج ليا اغراني، شجعك اكتر ان انا هتبقى في منزله الام. فقلت لا ما هي هتبقى الام اهي. واشتغلت وما حصلش. فندمت جدا وقلت المحفوظ انا اسفه اني ما سمعتش كلامك وبعد كده ابدا مش هخالف لك راي. وفعلا ولحد النهارده اذا في مسلسل يجيني مش كامل بعتذر، لان انا لازم اشوف العمل كله في ايه عشان مش ممكن ابتدي اشتغل ولسه مانيش عارفه الدور نهايته ايه ولا المسلسل بيتكلم عن ايه. قد يكون بيتكلم عن حاجات انا مرضاش عنها حاليا، بالذات السنين الاخيره دي في مسلسلات كتيره قوي انا مش راضي عنها. ولما بيجيلي اقول له طيب قول لي الدور ايه، يقول لي اصل احنا ما معناش غير 7 حلقات. اقول له لا متاسفه، اما يبقوا 30 حلقه ابقوا كلموني. طيب اسلام، مبدا أيوة. طبعا مهم جدا ان احنا نكون ثابتين على مبدانا يا استاذه سميره، ومهم من الاجيال اللي جايه تتعلم من حضرتك المبدا ده. بس انا كنت عايزه برضو نسمع صوت اسلام ويقول لنا بقى حاجه جميله كده. يلا يا اسلام، ممكن طبعاً نكمل يعني على مزاجك. يلا اسلام غني لنا حاجه بقى. هقول لك تكمله لكلام طبعا مدام سميره. هنقول حاجه للشهداء. وبرضو منها اهداء للام الشهيد طبعا. أيوة. برافو عليك يا ابني. أيوة. اتفضل. سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك، سلم على الشهداء اللي معاك، سلم على كل اللي هناك. عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش ناسياك، عمرك كان تمن الحرية لكن بلدك مش ناسياك. وشك متزوق بالضيق، أمك صبرها إنك حي، خد بالك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي. وشك متزوق بالضيق، امك صبرها انك حي، خد بالك في وراك اخواتك، ارتاح انت وحقك جاي، ارتاح انت وحقك جاي. الله. مدام سميرة، احنا طبعا يعني احنا واثقين ان الدموع دي هي دموع ام، يعني مش اكتر، يعني مش هقدر، ما عنديش كلمة اقولها اكتر من كده. حاسة بكل ام. انا عارف حاسة بيها. ف لا ربنا يصبر قلبك يا رب. أمين يا رب. وهو في الجنة ونعيمها وفدانا وحياتنا كلها فدا أي شهيد، وإن شاء الله حقهم يجي والدولة مش متأخرة، حقه الشهداء موجود وأولادهم مكرمين ونزيدهم تكريم كمان. طبعا. يعني هاخد من كلام حضرتك نقطة مهمة جدا عشان حق الشهداء ده. مدام سميرة، احنا اعتقد 4 سنين في حياتنا، ال4 سنين اللي احنا قضناهم دول هم 4 سنين مختلفين تماما عن ما قبل. تقولي ايه الفترة دي لكل الشعب، انا مش هقول بس للامهات او للاولاد او للشهداء، لا، مدام سميرة رسالتها ايه عشان الفترة الجاية، عشان مصر تفضل مصر اللي احنا عايزينها. عندنا مشاركة في الانتخابات 26 27 28 في هذا الشهر، اخر هذا الشهر. رسالة مدام سميرة ايه؟ انا كل تكريم بروحه، كل مجتمع بتواجد فيه بقول يا امهات،
الأم أنت المحرك الرئيسي. خدي ولادك في حضنك كده واقنعيهم وقولي لهم لازم تنزلوا الانتخابات لو كانوا في سن الانتخابات، لأن في قوى مضادة عايزة توري مصر أصغر من حقيقتها، عايزة تورينا ما احناش الكلمة واحدة إن الشعب ما هوش موافق. لأ، احنا لازم نوري العالم إن مصر يد واحدة وكلمة واحدة وكلنا رأينا واحد في إننا ننتخب. انزل انتخبي وولادك ينزلوا، جوزك لو كسل نزليه غصب عنه عشان ينتخب. انت الاساس، أي الام انت الاساس. صحيح. وهيسمعوا كلامك زي ما انا بمسك الشباب واقول لهم يلا بينا هنروح سوا عشان ينتخبوا، نوري صورتنا قدام العالم ان احنا ناس لنا اراده وبننتخب وعندنا رغبه ان بلدنا تكبر ويكمل. انا عامله اغنيه بيغنيها أحمد الهواري الطفل، بيقول كمل وإحنا معاك ما يهمكش اللي بيتقال. أيوه. شاركت فيها، أنا بقول الشعر وهو بيغني. ليه؟ عشان لازم يكمل. بدأ الرئيس السيسي ربنا يحميه وينصره، إيه الطرق دي كلها اللي عملها لنا؟ إيه المصانع اللي كانت مقفولة اتفتحت؟ صحيح. أنا بلمس ده، أنا عارفة مصانع كتير كانت مقفولة في أكتوبر اتفتحت وابتدوا الناس يشتغلوا تاني. لحقيقة. إيه العمارات اللي اتبنت دي كلها؟ صحيح. عشان اللي إيه مش لاقي شقة. الإنجازات اللي العشوائيات بيلغيها شوية بشوية. بس نصبر. صحيح. نستحمل طبعا، يكفي إن إحنا في أمان في بلدنا. دايما الرهان علينا، دايما الرهان على الشعب المصري العظيم اللي بيقدم كل يوم عن يوم بيثبت أكتر جدارته وثقته ووفائه اللي هو اتعودنا عليه مش بس السنة دي ولا الأربع سنين فاتوا، اتعلمنا عليه من قديم الأزل. في نهاية حلقتنا مدام سميرة عبد العزيز، إحنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة، يعني أم الدراما اللقب يعني اللي تستهليه وتستهلي أكتر منه، وده تكريم بسيط جدا مننا من برنامج صباح الورد وقناه تان تي في. تقدير بسيط، تقدير صغير جدا. ونعوم واسلام، يعني احنا بنشكركم دايما على يعني ان انتم تبقوا موجودين معانا في الاحتفالات الجميله. طيب. يعني شكرا يا حبيبتي، بشكرك. اتفضل على خاطر اتفضل. يلا انا هاجي كده معلش عشان امسك ده. يعني شكرا ليك. صوره بقى لو سمحتوا كلنا للكاميرا. صوتك جميل وانت كمان يا بنتي، ربنا يحميك يا رب. نبص بقى كلنا كده للكاميرا، وده تكريم بسيط جدا مننا. يلا مشاهدينا، يعني كل سنه وحضراتكم طيبين، كل ام مصريه طيبه وبخير وسعاده في احسن صحه وفي احسن حال، كل ام متوفيه ربنا يرحمها ويقدر ويصبر اهلها. يعني بنشكر فنانتنا العظيمه مدام سميرة عبد العزيز، بنشكر الفنانين الجمال الشباب نعوم واسلام، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده على خير الاسبوع الجاي. وصباح الورد عليكم. صباح الورد عليكم، وكل سنه وانتم طيبين. يا حنين يا